السلام عليكم احبابنا. اليوم نحكيو على السيركيلاسيون فلاجيري. ديجا الحاجه الاولى اللي بيزار ما فهمت السيركيلاسيون هي المعنى تاعها في الصح كي تكون تمشي، حنا مديناها على كي تكون حابس. جابنا ربي لتما اللي صارت الغلطه وما فهمناش لتما المعنى تاع الصح باش نتقدموا. يا عجبة في نيويورك ولا واشنطن الجناس كامل تما، كاين طوموبيلات كاين العواد كاين الفيلوات كاين ناس ابي وما تصراش سيركيلاسيون. حنا في وسط الجي لهنا شحال من واحد كان داخل وعاود ولا بلا ما يقدر يدخل. لاجيري سي لو سول بي اللي تقدر تقول فيه هاد الكلمه. ولا غير تلاقيت مع موارد في تروازيام بوزيسيون تاع لوطور تاعو كانت تما شويه سيركيلاسيون. كاش منها وين كان رايح هذا؟ وين هو كان رايح؟ القبه وانا مولي البناكلون وتلاقينا. شو عطيته عقليه نورمالمون ان شاء الله ما يطلقش المراه يا خويا. فاكم الوقت نورمال تما؟ لا كانت مغلوقه. كل واحد كيفاش تقاس بالسيركيلاسيون. كاين اللي مساكن. وليك يا سي مراد. شكون هذا اخو؟ هذا وليدك يا سي مراد. الله اكبر. تزوج وعنده طفل. سبحان الله والله غير كبر يا ها. يا بابا قول لي وين كنت؟ انا تزوجت وما حضرتش العرسي. هذا وليدي زاد وما شفتوش، وين كنت يا بابا؟ والله غير العوام هذوما اللي غبتهم يا وليد. وتعرف خمس سنين وانا في السيركيلاسيون تاع بن عكنون، اربع سنين وانا في السيركيلاسيون تاع بيرمون دراسي محينك، وست سنين الاخرانيين تعرف وين؟ ولا غير هنا في الدخله تاع الحومه. هذا يا جدك سلم مالي على بالي ما تعرفش. اسمح لي. سلم مالي على جدك سلم. فاش نحير انا سيكو النهار يحبوا ما تكون سيركيلاسيون ما تكونش، جاب لي ربي يديروها زكاره ولا كيفاه؟ شوف مسحق يماها مغلوقه بسيركيلاسيون، دير لي باراج هنا، دير لي باراج هنا وزيد لي واحد في هذه النقطه هكذا. بصح هذه طريق وحده اللي يجوز على الباراج هذا يجوز من هنايا. اي نورمال ماشي مشكل. هذه النقطه هذه مولفه تكون مسرحه. في هذه النقطه هذه ما ديرليش باراج، دير لي بوليس زعما يجوز بيدو هكذا، الناس اوتوماتيكمون يحبسوا باش يخزروا فيه تولي سيركيلاسيون. ايه بصح النقطة 25 شوية صعيبة واسعة بزاف هذيك. يا ودي ساهلة هنا شوف دير لي واحد ادروات هكذايا يزير بكروستو كونكوا اون بان يطلع الكاب وبرك الناس اوتوماتيكمون يحبسوا وتتغلق بروبليم تاع تقرعيج. وبالنسبة للنقطة 42 تما شوف دير لي اكسيدون بصح من الجهة الأخرى باسكو تتغلق من هنايا اوتوماتيكمون كيف كيف بروبليم تاع تقرعيج. هذا بالنسبة للطور. وبالنسبة للطرق الفرعية هذيك صعيبة يا خويا، هذيك كنت نخمم فيها يا خويا. جبنا ربي نديرو سباق تاع فيلوات ونغلقوا الطريق. بون لي باراج على كل حال الهدف تاعهم هو الحفاظ على الامن تما، معليش شويه سيركيلاسيون. بصح البروبليم سيكو زدت لاري تدخل دخلوا مام بومبات. كاين ثاني واحد الحاجه سيكو جوست مور ما تخرج من السيركيلاسيون مقلق يديروا لك رادار. من بين الاسباب ثاني تاع السيركيلاسيون هما لي ترافو في النهار اون بلان غاشي. انا خممت واحد الحل قلت نبروبوزيه بالك ما فاقولهاش. حبيبي جاتني واحد ليدي وشنو على كل حال ماني سير منها انا. معليش تفضل قول راني نسمع تفضل. قلت انا في عود تخدموا الحفاري تاع الطريق هذوما في النهار كي يكون الغاشي ومنايا، علاش ما تخليوش هذه الخدمه هذه في الليل هكذا ينقص الغاشي وتكونوا الاز هكذا باش ما تجينيوش كامل الناس. بي مين تجيني؟ كيف جاتك ليدي هذه؟ والله غير هكذا برك يا هو. مين تستاهل جائزه نوبل؟ يا جيمي التوفيق اروحوا تسمعوا ليدي هذه يا معينك. ما نعرف اسكو شفيتو لها واحد الوقت حبوا يقضيو على السيركيلاسيون في العاصمه، داروا خط اصفر تاع الاستعجالات على لا دروات وعلى لا غوش. شوف ديك الفهمه داروا خط ازرق تاع الطوموبيلات اللي رافدين اكثر من 3 عباد. هي هاد لا تكنيك مليحه بصح يديروها في لي زوطوروت اللي فيهم كاش 8 ولا 9 لي فوا ماشي اللي فيها 3 ومين داك زوج كيما تاعنا. بصح انا فاش حرت سيكو هذاك الوقت دوزوا لنا عباد في التلفزيون هضروا هكذا. بسم الله الرحمن الرحيم. نشكروا الدوله بزاف بزاف اللي دارت لنا الخط الازرق هذايا وان شاء الله راه يقضي على السيركيلاسيون كامل. ونحيي بزاف يعني الجيني اللي جات وليدي هذيا ونطلبوا منهم يزيدوا لنا خط واحد اخر هكذا واحد ما زيد يمشي فيها. مي هذا الشيء خلى الناس يكرهوا يخرجوا يحوسوا دو بريفيرونس تقعد في الدار ولا تخرج تحوس في الليل. يا سبحان الله شوف 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 الجبل هذاك شحال شباب. واش من جهه واش من جهه هو؟ وليك تبع يدي يا خو. بصح يدك يدك وين راهي يدك؟ هاوليك شوف شوف اسمع لافوا تاعي هاوليك تحت القمر هاوليك هاوليك. وجب لربي ماشي جبل هذاك. يا ودي هذه الطوموبيل تاعنا راهي مقاريه غير قدامنا هنا ما تمسخرش بينا. بانت لك جبل سبحان الله ولا غير تبان جبل يا اخويا. الوقت تاع السيركيلاسيون تقدر تستغلوه في بزاف حاجات. كاين اللي اسمح لي يا اخو واش راك خابط لي نتايا؟ قلت لك سيس شوفوا شو يقول. ودوز علاش حطوني من هنا؟ هذاك راه هكذا هلكتها كاع يا اخو هاي لك الشامبو تاعي يا صاحبي هاي. انا اللي عجبوني هما لا كاتيجوري تاع المثقفين اللي يستغلوا الوقت تاع السيركيلاسيون في حاجات مفيده. اما جادور لا ليكتور عبالك انا المطالعه ساكنت لي في الدم عبالك من الدار لهنا شحال قريت؟ 200 باج. الحاجة اللي نكرهها في السيركيلاسيون هذه هي. هاي مغلوقة منها يا خو روح من الجهة اللي من هي يا خويا. دوك تمشي منها. يا بدي روح اخرج اخرج يا خويا. هاي لك هذا مكان هاي حبست منه. سبحان
سبحان الله يا وليك الجهه اللي منها بدات تمشي يا خويا حتى في طريق ومن بعد ما الزهر. المعنى الحقيقي تاع الحرب البارده ماشي اللي صارت بين الروس والامريكان، لا لا، بصح في سيركيلاسيون كي تكون تاريخ فيها دو فوا وشوفير منا ومن بعد هذوك الزوج طرقان يولوا تاريخ وحده. هاد لو مومون ما تنفع غير تكنيك وحده سيكو تكوف روحك وتلعبها ما شفتوش. اوا هما على كل حال على كل حال شحال من مره راحوا داخل واخا ماشي يشوف داخل راحوا بيان سير من داك لابد يكونوا لي باغار في سيركيلاسيون. بصح انا اللي عجبوني هذوك اللي ضربوا وشنو داخل لك راه صبر واش بيجي تدخل لك حبطير انت يا لك حبطير كيفاش انا تغلق في الطريق يا انت لك غلق في الطريق اي راح تربح على روحك عندك زهر طريق فتحت انت اللي عندك زهر سبحان الله عليك الناس يرجلوا يرجلوا بعد يهربوا في الكراسي يا سبحان الله واش كاين جبهة الشيطان يا خويا رحت راح رحت راح ادخل هما ادخل راك مسامح يا خويا. كانت هذه الحلقه ديال سيركيلاسيون جيسبر تكون عجبتكم رونديفو تاعنا ان شاء الله في حلقه واحده اخرى كان معكم انستينا الله يفارقنا بلاد نوب يا منعاش واش بيت الدخارش هكا داير جبهة الشيطان يا خويا رحت واش بيجي تدخلك حب الطير انت؟ ها هي ترفع قول لي وين كنت هذا يا واش نقول لك يا وليدي والله غير شوف العوام هذوما اللي غلطهم والله غير كنت فيهم واش بيجي تدخلك حب الطير؟ اروحوا اروحوا تشوفوا هذا اللي يدير اروحوا تشوفوا المخ هذا اروحوا صح سيركيلاسيون سيكونس 9 سيزيام بريز اكسيون واش بيجي تدخلك حب الطير؟ كان يدخل عنده ايش ديرك